السلام عليكم. اهلا وسهلا يا شيخ الحارة. مساء الفل يا دكتور. مساء الخير. انا عايز اقول لك حاجة الاول قبل ما تتكلم. امرني. انا مخاوي الفراعنة. يعني يا شيخ الحارة اي اشاعة هتقولها هبعت لك فرعون صغير يخليك من شيخ حارة تبقى شيخ زقاق. فخليك كويس معايا عشان ابقى كويس معاك. بس هو شيخ منصر اساسا. لا صدقني يا شيخ دكتور. يا دكتور انت لو مخاوي فراعنة انا مخاوي عفاريت. لا الفراعنة اقوى يا شيخ الحرم العفاريت. يعني انا ممكن اخلي الفرعون بالليل يجي لك وركبك. كل سنة انت طيب بقى. وانت ما تعرفش ان انا فرعون؟ لا انا اللي بتاع الفراعنة. انت مالكش الفراعنة خالص. طب بقول لك ايه، خلينا اصحاب احسن. لا ما اوعى يا شيخ الحارة. لا إيه؟ اديله يا شيخ الحارة. يلا طلع اللي عندك. خلينا اصحاب يا شيخ الحارة. وانت بنعك راجل طيب. انت حبيبي. الله اكبر حاجه كلمه انت حبيبي. حبيبي. الناس ما عملتش باصلها بتهاجمني من اول الحلقه لحد النهارده. فانت خليك حنين عليه شويه. هدافع انا معاك دلوقتي. ده هي كده الحنينه. انت ما شفتش حاجه. اتفضل انا مستعد. انت ايه حكايه الحجر اللي وقع على دماغي 25 كيلو وانت بتدور على كليوباترا؟ لا كلامك طلع صح. لا انت بقى شيخ حارة صح 100%. انا كنت بحفر في معبد جنب اسكندريه وانا في وطي ربنا ستر ان الحجر ده كان على بعد مترين بس من راسي. فانا بحفر بالفرشه الحجر نزل قمت وقع في الارض. فوقوني الحجر ده. ما نزلش عليك. الحجر لا نزل على راسي. على راسي. الحجر ده حاطينه دلوقتي تميمه ان ده اللي وقع على زي حواس. ركبت العربيه وقلت للسواق وديني مصر. قابلت نشوه مديرة مكتب قلت لي يا نشوة شوفي لي دكتور. ودتني عند الدكتور مصطفى والدكتور قال لي انت عندك خرم في المقلة. فقلت له طبعا اعمل ايه؟ قال لي ده محدش في مصر هيعمل لك العملية دي، كله هيخاف. فالحقيقة ان انا سافرت امريكا على حساب الدولة وعملت العملية. المصيبة بتاعت العملية ان كان لازم لمدة 15 يوم بعد ما بيدخلوا البتاع ده احط كده. قعدت اتفرج على افلام. رحت بعد 15 يوم الدكتور قال لي عمليه فشلت. عملها لي تاني. قعدت 15 اتعذبت عذاب عشان الحجر ده لا تتخيله. طب دي لعنه فراعنه يا دكتور؟ لا مش لعنه فراعنه، هي لعنه كليوباترا. لان كليوباترا دي مش فرعونيه وهي كانت بتحاول الست دي تخليني ما اكتشفش المقبره بتاعتها باي طريقه. ليه؟ لان عملت لي برضه مصيبه بعد كده. بس يمكن شيخ الحارة عارف في التاريخ حاجه مهمه جدا. ايوه بس انا بعرفش هي ما كانتش عايزاني اكتشف المقبره بتاعتها خالص. بقول لك